جدا حسين الشحات وبارك لك يا حسين تستاهل كل خير الحقيقه وكل اللعيبه تستاهل كل خير بطوله غاليه جدا جدا على جمهور نادي الاهلي تعبت واجتهدت ربنا كرمكم الحمد لله قول لي احساسك ايه في اول دقيقه في الماتش كنت حاسس يا حسين اكيد ان احنا نرجع بالبطوله بسم الله الرحمن الرحيم والله الحمد لله والله يسال رومي يعني احنا كلنا احنا كلنا من بعد المباراه اللي هناك احنا عندنا الثقه اللي احنا هنيجي نكسر هنا البطوله يعني دي فعلا والله العظيم يعني مش من يعني مش هقول لك من اكتر البطولات فعلا اللي احنا بعد المباراه اللي فاتت سيبك اه التنشنه احنا تاني يوم احنا كل اللعيبه عندها اللي هي هتكسب البطوله وصف. فعلا كله كان واثق ان احنا هناخد البطوله هنا فالحمد لله يعني ربنا كرمنا هنا وقدرنا ان احنا نكسب ودرنا ان احنا نكسب هنا في اللي دي اللي حاجة. انت انت عادي. انت, انت واثق انك هتجيب جون في اي وقت سبحان الله مش اتكلمنا هنكسب هنكسب يا جماعه والله, والله واحنا بنتكلم كده هنكسب يا جماعه ان شاء الله والله هنطلع كسبانين من هنا مفيش فيش حاجه تاني اللي احنا هنكسب بس فالحمد لله والله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكسب فدي الحمد لله دي اهم حاجه ويعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ودي علينا ان شاء الله النجاح ده يا حسين بتشوفه من العلاقه الطيبه جدا باللعيبه كباتن اللعيبه اللي بيلعب زي اللي بيلعبش وده بنشوفه في العيون النجاح ده بينسب للكل ما بينسبش الفرد واحد عشان كده قلت اللبس هي سر سر النجاح للنادي الاهلي طبعا 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 ما فيش حد هنا بيقول لك اللي انا اللي خدت البطوله او رامي اللي خد البطوله ولا لا النادي الاهلي هو اللي خد البطوله لعيبه الاهلي هي اللي جابت كل اللي البطوله واحد كل واحد هو اللي بيزود يعني كده وكل واحد هو اللي عنده كده عارف يعني لو لو اللي هو اللي هياخد البطوله انت البطوله الثالثه ليك بالنسبه لك هو عايز ثاني يعني صح. هو ما مشبعش هو عايز ثاني عايز الفرحه بتجيب فرحه والمكسب بيجيب مكسب والفوز بيبقى عايز يجيب اكتر وعايز يحضر كاس عالم اللي جاي الانديه وعايز يموت نفسه ياخد بطوله كمان عشان ولاده وعشان نفسه